باش نمشيو لعائلة أحد المفقودين. معنا السيدة سعاد الرجيلي. صباح الخير ونهارك زين. صباح الخير. مرحبا بك. مدام سعاد، احنا وانت تعرف كما يعرفوا الجرجسية الكل اللي نحييهم على صمودهم وعلى رباطة جأشهم وعلى تمسكهم بحقهم في معرفة الحقيقة وفي العثور على المفقودين. احنا نتابعوا في القضية منذ البداية ونحبوا نعرفوا معاكم وين وصلت اليوم، شنو هو اخر المعلومات اللي عندكم، تحكي على تحقيقات، تحكي على تحاليل أدين، تحكي على برشا حاجات، وينكم من هذا الكل؟ شنو اللي يوصلكم بالضبط؟ والله يفتي مازال ما وصلتنا حتى معلومة مؤكدة. الأبحاث في دين فرقة الجرجاني، فرقة العوينة تبنوا هم القضية، أما ما عندنا حتى معلومة. أعطينا إحنا استجوبونا، أعطينا اللي عندنا الكل، أعطيناهم الدلائل، أعطيناهم الصور، الشوفات اللي خرجهم البحر، أعطيناهم شنو صار في مقبرة الغرباء. أما حتى حاجة مازال ما رجعونا. ممكن أنا يحبوا يستكملوا الأبحاث وبعد كده يعطونا شنو تم جديد. حاليا قاعدين نستنوا، ما عندنا حتى معلومة. الديان خرجوا، ما عندنا عليه حتى معلومة زادة. حتى الديان ما جاوبوكمش إيجابي سلبي، فما توافق فماش توافق؟ ما فما. هم آخر مرة فرقة الجرجاني كي هبطت للمقبرة خرجوا 10 جثث، فما 5 قالوا ما همش معناها أفارقة، واني نشك فيهم اليوم أفارقة على خاطر شفناهم. أني وحدة من الناس شفتهم بعين الجثث. اما نزيد اكد لك اللي هم ما همش اولادنا، ممكن توارثوا اخرين، معناها ينجموا يكونوا من ولايه اخرى. معناها اعطيك الصحه. ممكن كما اللي يكونوا الوردانيين، ممكن ثم اخرين نفسهم ضحايا مدفونين هكاك في المجهول. مدام سعاد، اولادنا شفنا دبش ما همش دبش اولادنا، معناها ما حتى واحد فيكم من العائلات ما تعرف على الحوايج والادباش هذاك، علاش انتم ما استنتجتوا انه ما همش اولادكم؟ انا نحب نسال كيف جات فرقه الجرجاني والعوينه، شو عملوا معكم بالضبط؟ والله الله يرحم والديهم، معناها استجوبونا وارتحنا، ارتحنا لهم. اني كأم كي استجوبوني اني ارتحنا لهم. والاولياء كل نفسهم احنا عاوناهم، اني اعطيناهم المعطيات فتر برشا معلومات ما علمهمش بهم هم، ما وصلتهم معنا. قعدت محصوره هني في جرجيت، ما وصلوهم حتى معلومه. واني نتاكد من على رئيس الجمهوريه ولا هم عندهم معلومات برشا معنا. مثلا اولادنا مضروبين بالكرتوش، واحدين معناها سالبينهم الاعضاء تاعهم، برشا 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 معطيات ما عندهمش. اما هم شو فما ثابت وانه فما من اولادكم مضروبين بالكرتوش؟ اي مثلا ياسين عبد الكريم، الصور نتاعه واضحه وضوح الشمس، اللي مضروب بالكرتوش الطفل في راسه، رصاصه في راس الاولاد. وقاموا بالتشريح وشافوا اكدوا، خرج تقرير في هذا ولا مازال؟ التشريح عملوه حتى تقرير مخرج. مازال حتى تقرير مخرج. و يعني ما حبوا يعطونا لا تقرير طب شرعي، معناها غموض تام على القضيه. والاعضاء كيفاش عرفتوا انتم معنا؟ هو اصلا رئيس الدوله قال لهم راهي تجاره بالاعضاء، تجاره بالبشر وبيع الاعضاء. انت عندك ولدك من المفقودين سيده سعاد؟ ولدي دونك خذوا لك الادين نتاعك و هزوا الاديان نتاع الامهات الكل، 18 ام هزوا الاديان نتاعنا. والمره الاولى كنت طبق على الجثث قالوا ما همش هم. وبالنسبه لل حتى اللي موجودين تو مشكوك فيهم ياسر، خاطر شفنا كي خرجوا بصراحه خدموا خدمه سمحه فرقه الجرجاني، خرجوا الجثث الكل معناها ما خرجوش عندنا اكاهو، خرجوا الجثث الكل حلوه من الساشيات. وهم شنو فما هيكل عظمي ودبش، معناها الدبش معروف، الدبش كان معناها مش هكري تبدل ولا كلها تراب ولا معروف الدبش واضح. الدبش نجم واحد يتعرف عليه. أنا واحدة من الناس ولدي صعيب ياسر باش يكون منه، ونفس الإحساس نتاع الأولياء اللي خرجوا الكل.
اليوم شنو مطالبكم سيدة سعاد رجالي؟ والله مطالبنا الله ينور الحق، مضى بينا نلقوا شوشات من ريتنا. أنا واحدة منا إحساسي ولدي ممكن موجود في المورق متاع الساقس، ممكن موجود في المورق متاع جابس، خاطر مشينا المورق متاع جابس وسكتنا وما خلوناش نشوفوهم. حتى بعد الأبحاث هذية وبعد الضغط وبعد الإضراب وبعد باقي ما حلوهمش المورق هذوما. والله هم عطونا بالنسبه لفرقه العوينه كي يجوا يستجيبوا فينا، قالوا لنا نجموا نمشوا معاكم للمورق وتحلوا الصفوف، اما ما زالوا ممكن معناها هم ما خليناش عندهم معناها خدمه اهم من هذا انه يهزونا للمورق. يعني نحب نمشي مثلا الشابه مثلا جابس الساقس ما فهمتش، يعني عندي احساس ولدي في واحد من المورق ماهوش موجود هنا، خاطر الشريط الساحلي كل نجم يكونوا فيه. سيدة سعاد اليوم انت كوالده اللي فقدت ولدها تقريبا متاكده وانه توفى، بما انك تقول لي نحب نعمل دوره في الامارك، نجم تقبل العزيمة تاع ولدك اليوم؟ ماهوش موجود حي، اما ساعات يكون ولدي ممكن حي. صدقيني انه الصبح ما عندك حق، ما تفرتاش نقول ممكن ولدي حي، خاطر ما جيت جزء اني مثلا اني ولدي لخرج جثة على البحر، لقينا البكش، لقينا حية أثر في البحر، مالاش مش موجود. البحارة راهم حوموا، جمعية البحارة الله يرحم والديهم راهم خدموا خدمة كبيرة الحقيقة، كله خرجوا شافوا إذا كان موجود البحر ما يدساش، البحر الجثث ما يخليهمش باش يخرجهم لك. وآخر مرة الطقس تبدل معناها 90 درجة، البحر انقلب الكل، ثم جبانة في جربة جهرها الكل وخرجوا منها جثث، وحتى هم شاكين فيهم. احنا ذريتنا قالوا زوج قبور ممكن يكونوا من الذرية هوضة، التحليل ممكن خرج زاد وعندهم فرقة العوينة الله أعلم تابعينهم ولا، أما كانوا موجودين في البحر باش يخرجوا خطر الطقس تبدل والبحر ما يدسش الجثث. اللهم في السبيطارات والجبانة كما خرجت ملاك وخرج ياسين وخرج أمين مشارك، أنا خرجوا في غموض هكا. أمين مشارك بعد 25 يوم الولاد يخرج عادي ما بيه حتى شيء، واللي قبله خرجوا معناها جثث ما يبانوش. أنا الدنيا غامضة غامضة ياسرين، برشا غموض برشا غموض في الملف غموض. حتى الجثث كما قلت بون البحر معناها يجبد هذية ينجم يهزوا لجهة معينة لاخر الجهة أخرى، الفرق في التوقيت، المفروض جثة كي تقعد أكثر من الأخرى باش تكون الحالة متاحة أكثر من اللي خرجت قبل، دونك هوني لقينا العكس. اللي خرجت الأولى خرجت معناها ياسر مشوهة، واللي خرجت بعد 25 يوم خرج معناها ابرك منهم. وبعد مريوله ليلى سقعت فوق راس الاولاد. راهي الدنيا كي الى حد الان ما عندكمش حتى اجابات، مازال التحقيق مازال متواصل. حتى اجابات ما عطونا حتى معلومه ومانيش عارفه، احنا هنا معناها هم يخدموا على روحهم وكل مره يستجبوا معناها الاولياء يستجبوا أهالي المنطقة الكل معناها فهمتي بدي يخدموا من الصفر، وهي هذه أحسن حاجة، هي حتى كان بطو شوية ويعطونا بعد المهم يجيبوا الحقيقة، معناها الأبحاث لازمها باش تاخذ وقتها، المهم يجيبوا الحقيقة، الناس تعرف، الناس تفهم، الناس نجم اللي عندها أبنائها ولا أفراد عائلتها توفاو وينجموا يقبلوا العزاء وقتها، على خاطر واحد ما ينجمش البابا فيغ سون دوي إذا كان ما عندوش الحقيقة، ما فهمش شنو اللي صار، صعيب ياسر حتى نفسانيا وأنه باش يقبل اللي صار، صعيب. كل التضامن كل الدعم، احنا قلبا وقالبا معاكم مع جرجيس مع كل العائلات الحقيقة، ويعيشك مع نشم زي هذا واجبنا تكرر المأساة هذه يا رب، على خاطر احنا حتى كان الله غالب ماتوا شهداء عندنا ما بنعملوا تو حكم ربي، اما ان شاء الله ما عادش تتكرر على خاطر ما زالت اجيال يا رب اجيال جايه ان شاء الله تحبس المأساة هذه بالحق ان شاء الله. شكرا لك.
شكرا لك. شكرا لك سيدة سعاد، يعطيك صحة التوضيحات هذه. نذكر وأنه ندوة صحفية دعت لها الهيئة المحلية للحقيقة والعدالة بجرجيس المكلفة بمتابعة ملف الفاجعة وتأطير الحراك الاجتماعي في جرجيس. ممثلي وسائل الإعلام الوطني والدولي مدعوين لحضور الندوة الصحفية. الندوة الصحفية باش يتم تنظيمها نهار الجمعة 9 ديسمبر انطلاقا من الساعة 10 صباحا بمقر النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين لإطلاع الرأي العام الوطني والدولي على مستجدات فاجعة أبناء جرجيس، وبالطبيعة مطالبتهم من أجل كشف الحقيقة ومعرفة مصير المفقودين وحضور التحرك الوطني اللي تعتزم اللجنة تنظيمه زيدا بمعاية منظمات المجتمع المدني بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان في نفس اليوم مع نص النهار. نشكركم، احنا بعد شوية باش نخرجوا مع ورقة الانتخابات ومكملين معكم حتى نص النهار.